أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات الدولية التي فرضت في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا قد تكون لها تداعيات سلبية، وذلك بعد أشهر من تأكيده بأن موسكو تتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد. أضاف الرئيس الروسي أن قطاع التصنيع في روسيا ما زال بطيئا للغاية، محذرا من أنه قد يكون للعقوبات أثر سلبي على الاقتصاد على المدى المتوسط. من جانبه توقع الكرملين أن يطول أمد الحرب بين روسيا والدول الغربية بشأن النزاع في أوكرانيا. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خسارة مدينة بخموت في المعارك الدائرة منذ شهور مع القوات الروسية. وأوضح زيلينسكي أنه ما لم تكسب كييف معركة طويلة الأمد في مدينة بخموت، قد تبدأ روسيا في بناء دعم دولي لاتفاق قد يتطلب من أوكرانيا تقديم تنازلات غير مقبولة. обговорили дипломатичні зусилля, які здатні зупинити російську агресію і повернути спокій нашій країні. Регіон. أكد رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ضرورة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية محطة زابوروجيا النووية من أي هجوم محتمل. وأوضح غروسي خلال زيارته لمحطة زابوريجيا أن الوضع في المحطة لم يتحسن بعد، وأن القتال بالقرب من المحطة احتدم. كانت موسكو وكييف قد تبادلتا الاتهامات مرارا بقصف موقع محطة الطاقة على مدار العام الماضي، في وقت دعا فيه غروسي لإقامة منطقة آمنة حول الموقع، وهو ما رفضته موسكو. أعلنت مصادر روسية أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا جنوب منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا. أوضحت المصادر الروسية أن القصف أدى لأضرار بمنظومة إمداد المدينة بالكهرباء، وأدى لقطع التيار عنها وعن قرى مجاورة، مشيرة إلى أن القصف أدى أيضا لتدمير مستودع للقطارات دون وقوع إصابات. هذا وتقع المدينة على بعد 120 كيلومتر جنوب شرق محطة زابوريجيا النووية. أعلنت روسيا أنها ملتزمة بمنع الحرب النووية والمواجهة العسكرية بين الدول المسلحة نوويا. وأوضح أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا سيتم تحقيقها رغم المساعدات العسكرية الغربية المتزايدة لكييف. وأضاف باتروشيف أن السلوك الاستفزازي للغرب في سياق الأزمة الأوكرانية قد يؤدي إلى عواقب كارثية. И посещаю многие страны. США бывал там неоднократно. Ну, с учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الاستراتيجية الصاروخية بدأت تدريبات مقررة تشمل أنظمة الصواريخ يارس النووية البالستية العابرة للقارات. أضاف في بيان له أنه شارك في التدريبات أكثر من 3000 عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد.